صباح الخير يا باشمهندسين. دي مسألة عن المتابينة. فكرة حل المسألة دي هي انك تتخلص من مقام زي اي مسألة طبعا. فاذا هتضرب المعادلة كلها اللي هي دي، تمام، هضربها في 2 اكس ناقص اي ناقص 3، خلاص. فاذا لما تضربها في 2 اكس ناقص 3 المقام هيروح، تمام. يبقى اكس زائد 1 اكبر من الاتنين دي، هتضربها في 2 اكس زائد ناقص 3. 2 في 2 ب 4 اكس، و 2 في سالب 3 بسالب 6. هتودي الارقام مع بعضها وهتودي الاكسات مع بعضها، تمام كده. يبقى اكس ناقص 4 اكس اكبر من سالب 1 سالب 6 يعني سالب 7، واربعة ناقص اربعة اكس ناقص اربعة اكس يعني سالب تلاتة اكس اكبر من سالب سبعة، تمام. ملحوظة عند القسمة على سالب تتغير اشارة المتباينة، فانت هتقسم المعادلة على سالب تلاتة عشان تجيب قيمة الاكس، تمام، الموجبة. فالقسمة كلها هتبقى على سالب تلاتة عشان اللي جنب جنب سالب جنب الاكس سالب تلاتة، فانت عايز تتخلص من سالب تلاتة فبتقسم عليه سالب 3. يبقى اذا قيمة الاكس اما تقسم على سالب 3 يبقى الاشارة تتغير، تبقى اصغر من، تمام، 7 على 3. هي اصلها يعني دي اصلها في الاول كانت اكس، ماشي، اكبر من سالب 7 على سالب ايه 3. لما تطير السالب مع السالب يبقى اشارة المتغيرة تتغير، ماشي. يبقى اذا الاكس اصغر من 7 على 3، يعني كل الارقام اللي يبقى لو اتحلتها خط الاعداد هتبقى كل الارقام اللي اصغر من 7 على 3. لو ده الصفر وقلنا مثلا ده 7 على 3، يبقى اذا 7 على 3 مفتوح، تمام، يعني مش هناخده. كل الارقام اللي اصغر منه الى سالب ما لا نهايه، يعني مجموعه الحل هتقول ان الاكس تنتمي للفتره المفتوحه 7 على 3 وسالب ما لا نهايه وسالب ايه ما لا نهاية. بس هي دي حل المسألة.